بعد مباراة مش بس مباراة الأمس، بعد مباراتي سان داون، تمام؟ هل نقدر لو افترضنا إن إحنا عايزين نحمل حد ما، شخص ما، مسؤولية اللي إحنا شفناه ده، هل نحمله للمدير الفني من زاوية الخطة اللي لعب بيها، أو الطريقة اللي لعب بيها، أو التشكيل اللي ابتدى بيه، أو التغييرات اللي اتأخرت، أو يعني في نهاية المطاف المدير الفني، ولا تحمله للعيبة، ولا في الحالة دي ما ينفعش تحمل حد؟ هنقول دي يعني حاجات قدرية، هل تنطبق مواصفات القدرية على الماتشين دول؟ طبعا الحاجات القدرية دي موجودة في كل حاجة، لكن أنا بتكلم دلوقتي، أنا لما أجي أحط تكتيك مثلا مش مناسب لحالة فرقتي زي مباراة الأمس الحقيقة، يعني التكتيك اللي لعب بيه موسيماني مش مناسب لحاله فرقته، اللي هو في مباريات كتيره لعبها كانوا مستريحين عن كده، كان ممكن يعمل شغل. وحتى لو مستريحين، انا النهارده ليه العب في 80 متر؟ يعني 80 متر دي صعبه جدا، وبعدين المساحات اللي بتفضى عندك فرق الكوره زي سان داونز امبارح، فرق الكوره بيعرفوا يمرروا التمريرات القصيره وبعدين التمريرات الطويله والحاجات دي كلها تتعبك وتستغل المساحات اللي عندك دي بشكل كبير جدا. كنا ممكن زي ما قلت لك دلوقتي يا كريم الحقيقه، لو احنا كنا ضايقين مساحات وعاملين الضغط بتاعنا وتقارب خطوط، كنا ممكن يبقى شكلنا غير كده خالص، وكنا ممكن كمان يبقى لنا تواجد في الثلث الهجومي. احنا خلي بالك امبارح من المباريات القليله جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي، احنا عندنا فرصه امبارح، يعني فرصه وحيده في الوقت ده، مثلا بتتكلم في 100 دقيقه ولا حاجه بالوقت الضايع ولا حاجه، عندنا فرصه محمد شريف الكره اللي عملها له علي معلول، يعني حسام حسن بس يمكن ما كانش موفق فيها وهو رايح على الكره قلشت، لكن هي دي الفرصه الوحيده اللي احنا جات لنا في مباراه الامس، لان زي ما قلت لك احنا يعني في مجهدين وما جالناش غير فرصه واحده، مش عشان حجم قوة المنافس قد ما هو حجم تعبنا احنا. بالظبط. بالظبط. طبعا احنا كنا ممكن، انا بقول لك كنا ممكن ان المباراة تلعب بشكل افضل من كده كتير جدا، واحنا عندنا يمكن المقومات اللي تخلينا الاول كان التشكيل اتحط صح الحقيقة، وفي نفس الوقت التكتيك اللي هتلعب بيه وطريقه اللعب اللي هتلعب بيها سهله جدا. احنا بقول لك بنمتلك يا كريم نجوم كتير جدا. صحيح. جدا جدا، ونجوم كتيره قادرين ان هم يصنعوا الفارق، فهو ده اللي احنا عاوزين نشتغل عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب.